لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الإعلامي العراقي حسين دلي. أهلا بك سيد حسين. أهلا بكم. كيف تقيم المؤتمر الصحفي الذي عقده العبادي اليوم، خاصة في حديثه عن الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة، تحية للرافدين ولجمهورها. من الواضح أنه حيدر العبادي تعرض لانتقادات شديدة في الأيام القليلة الماضية من بعد تدخل البرلمان العراقي في مسألة وجود المفوضية وسلطتها على صناديق الاقتراع التي شابها تزوير كثير وما تبعها من المواقف رئيس الجمهورية وبقية الكتل السياسية. ويبدو أن موضوع حرق صناديق أو جزء من صناديق الاقتراع قبل يومين قد بلغ في الأمر ذروته ودفع العبادي إلى أنه يظهر على الأقل ممارسة صلاحياته كرئيس وزراء والتدخل في هذه المسألة. ويبدو أن اللجنة الأولية التي شكلها برئاسة عادل نوري لم تأتي ثمارها، واليوم يبدو أنه يطلب بتشكيل لجنة برئاسة ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووكلاء من وزارة الداخلية وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات. واضح أن البعد الأمني واضح في هذه التشكيلة الجديدة. بالحديث عن هذا البعد الأمني تابعة هذا الأمر أستاذ حسين، بالحديث عن هذا البعد الأمني، هناك العديد من التحذيرات من نشوب حرب أهلية في العراق. كان آخر هذه التحذيرات تحذيرات الصدر. إلى أين تتجه الأوضاع في العراق برأيكم بعد حرق صناديق الانتخابات؟ أعتقد أن تصريحات مقتدى الصدر وحتى تصريحات هذا العامري وتحالف الحشد هي مجرد جرس قصار، أنه الواقع يقول أنهم هم الذين فازوا كقائمتين رئيسيتين بالانتخابات، وبالتالي أي محاولة كما يرى هؤلاء الصدر والحشد أن أي محاولة لإعادة فرز جميع الأصوات قد تكون عملية طويلة من ناحية، وقد تكون عملية مقدمة ومدخل لمحاولات تزوير جديدة قد يكون بها طرف هنا أو طرف هناك، وهذا بالتالي قد يؤدي إلى الإخلال في التشكيلة أو الشكل الجديد للانتخابات الذي ارتفعت به أسهم الصدر والحشد. نعم. فهم الآن يبدون على ما هو متحقق عندهم من أنهم الكتلة الأكبر أو الكتلتين الأكبر، واليوم قبل ساعات قليلة نذكر نقطة الصدر وهذا العامري بصفته إقامة الحشد. هذا ما كنت سأسألك عنه، الكتلة الأكبر، هذا ما كنت سأسألك عنه، عن هذا تحالف، تحالف الصدر مع العامري والحكيم، في وقت يصف فيه الصدر أن هذا تحالف هو فضاء وطني، ما مدى صحة ذلك؟ طبعا هذا الكلام بعيد كل البعد عن موضوع الوطنية. نذكر كلنا أنه مقتدى الصدر وميليشيات التي تتبعه كانت دائما على موقف مضاد من بقية ميليشيات الحشد الشعبي، وكثيرا ما ردد مقتدى الصدر عبارة الميليشيات الوقحة المتهم بها فصائل من الحشد الشعبي أنها غير منضبطة، والحقيقة أنه ليس بعض الحشد بل كل الحشد هو عبارة عن ميليشيات متمردة خارجة عن القانون ومارست كثير من عمليات القتل والتهجير والإخفاء القسري. والبارحة منظمة أمنيستي ذكرت بموضوع اختفاء 643 من شخص من مدينة الفلوجة. فهذه الميليشيات الحقيقة لا تبث للوطنية بصلة، وكان البعض يعول على مقتدى الصدر بأن يتراجع عن كثير من الطروحات السابقة الطائفية بالميول الأخيرة التي أظهرها في العامين الماضيين بمحاورة حربة الفساد والاتجاه نحو الوطنية والبعد عن الطائفية والمحاصصة، ولكن يبدو أن القلم الإيراني قد وقع على هذا التشكيل الجديد والنقطة تصدر بهذا التحالف. نعم. يبدو أنه مسح كل ما كان يردده سابقا من دعايات وتبين هذه المسألة لا حقيقة لها، وأن التحالف الشيعي بصيغة جديدة قد عاد للظهور وإن كان برتوش من قائمة الوطنية وبقية القوائم. نبقى في الانتخابات، ووفقا للكثير من المصادر ومنها موقع ميدل إيست أفيرز، فإن احتراق صناديق يؤكد على أن الانتخابات البرلمانية مزورة. كيف تفسر إذن التمسك بهذه النتائج؟ يعني درجة العادة في العراق أن القوائم أو الكتل
أو الحكومة هي التي تتحكم بالمشهد. الحقيقة التي يدركها العراقيين يوم بعد يوم، قد تزادت الصيحات والأصوات في الأشهر الأخيرة، أن الدستور العراقي لعبة بيد هذه الكتل السياسية، وحتى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء ما هو إلا أداة بيد الحكومة والتحالف الشيعي الذي يحكم العراق منذ احتلال إلى يومنا هذا، وهو الذي يحرك الأمور بما يراه من قرارات، والمحكمة الاتحادية توقف على ما يقرره هذه أو ما تقرره هذه الكتل السياسية الكبيرة المتحاكمة في المشهد العراقي. ولا شك أنه موضوع التزوير في الانتخابات العراقية أصبح أمر لا ينكره أي عاقل، وبالتالي الآن ما يجري الحديث عنه ومجلس عمل له هو كيفية الالتفاف على مسألة التزوير، بحيث يراعى أن الشارع العراقي أصبح يدرك وجود عملية التزوير وكثير من الكتل، وتراعى هذه المسألة بحيث لا تتأثر منظومة العملية السياسية المهوجة المتحرفة التي تترسخ يوم بعد يوم في الواقع العراقي. ولذلك هم يحاولون إيجاد طريقة أو وسيلة لتدارك وتلافي إلغاء الانتخابات التي باتت بعض الكتل تدعو إليها وإعادة الانتخابات من جديد. لو نتحدث عن إيران كفاعل أساسي في المشهد السياسي في العراق، إلى أي مدى تظن أن إيران مستعدة لخوض أو تورط في حرب أهلية في العراق في حال لم تبقى هذه النتائج الحالية، و يعني لم يتم اعتمادها؟ أنا أعتقد أن المسألة تتحدث عن دور إيران في الحرب الأهلية ربما ما زال مبكرا. أعتقد كما قلت قبل قليل أن الكتل السياسية بمنظومتها بتشكيلاتها بميليشياتها بأحزابها ستتلافى مسألة إعادة الانتخابات، وقد رأينا قبل ساعات قليلة ويوم أمس أن الكتل الرئيسية المتحكمة بالمشهد الأمني، وهنا أعني الحشد بمنظومته الأمنية المرتبطة بإيران وكتلة مقتدى الصدر وميليشياتها، لا ترضى ولا تقبل أن تعاد الانتخابات، ويبقى الأمر ربما في النقطة الأخيرة عند حيدر العبادي بصفة رئيس الحكومة، وإذا كان هو نفسه لا يرغب في مسألة إعادة الانتخابات فلن يجبر أحد هذه الكتل السياسية على إعادة الانتخابات في العراق، وبالتالي إذا لم تكن هناك إعادة انتخابات ليس هناك ترويج لمسألة الحرب الأهلية التي أعتقد بتصوري أنها بعيدة عن المشهد العراقي الحالي. أشكرك. لكن إيران بغير الحرب الأهلية هي متدخلة اليوم، وكلنا نسمع وقت التدريبات أن قاسم سليماني في جولة جديدة وصل أمس إلى النجف. نعم. والتقى بكتل سياسية وجمع الحشيد مع المالكي ربما لإعادة انتخاب حيدر العبادي. أشكرك جزيل الشكر الإعلامي العراقي حسين دلي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.